هذا التضامن هذا الشيء نعرفه في المغاربه. المغاربه يعني الناس لها موقف صعبه، يعني عمرهم ما يسمحوا في واحد تكون مقطعه به الحبل ولا تكون زلزال ولا تكون مؤامره كيما هذه. خويا العزيز، هذه بلاد الكرام، هذه بلاد الكرام، هذا الشعب، هذا الشعب الكريم هذايا نشكره بزاف الشيء اللي يدير فيه والشيء اللي يتعامل عليه. نطلب الرحمه من هذوك الناس اللي ماتوا، ونطلب هذوك الناس اللي راهم برا بيتين في القيطون هذوك، نطلب ربي معاهم. الحمد لله، الحمد لله، كي راهم في المغرب، كي راهم المغاربه، المغاربه عندهم عقليه، عندهم هذا الشيء اللي شفتوا في المغرب هنايا، شفتوا في 2003 في الجزائر، نهار ضربت الزنزله في بومرداس. ما بالشعب الجزائري تضامن هكذايا مع الناس كي تكون افر زنزله، افر حمله، فهمت كيفاش؟ حنا جازوا علينا الحوادث هذوما، الحمد لله. المغاربه الشعب بزاف قد ما نعبر عليهم قليل عليهم، فهمت؟ قد ما نعبر عليهم قليل عليهم، يعني عمرهم ما يخلوا الانسان يكون ضايع ولا عفسه ولا يوقفوا معاه. انا جيت هنايا 2020 20 جانفي 2020، جيت هنا المغرب، جيت لكازا، جيت على بي تاع 3 شهور، تاع الي روتر ب 3 شهور. قدر الله ما شاء فعل، جات هذيك الوباء الحجر الصحي الكورونا. كنت في كازا، مشيت لاكادير شغل على باليش، هذا ما عرفتش ولا يورانيش الحجر الصحي. الناس داخله لديورهم، الناس لابوليس برا بزاف كدا، وارد ما على باليش. عاودت رجعت للرباط، جيت هنا للرباط، هذه البلاصه، هذا المكان، نهضر معك هنا، هذا المكان. جيت على السفاره تاع الجزائر، كي طلعت السفاره تاع الجزائر تعاملوا معايا، سجنوني. جيت لهنا كريت في لوتيل الشعب هكذا خويا لازم، ما على باليش انا روحي ما على باليش، والله العظيم. ما جيت هكذايا واحد 20 يوم، 20 يوم انا في لوتيل الشعب هكذا، في لوتيل الشعب هذا 20 يوم. تقطعت بيا الحبل، فلوسي خلاصه وكذا. مسكين الدري هذا بعث لي ميساج، صيفط لي ميساج، قال لي واش بك؟ قلت له يا خويا ها شوف واش كاين واش كاين، ما على باليش. قلت له وين راني؟ ومن بعد جاو لي الناس تكلفوا بيا بمصاريف مغاربه، سي نورمال، مغاربه الاحرار خويا العزيز. تكلفوا بيا، داروا لي ابارتيومون، مصاريف الابارتيومون، اكراس الطفل هذايا اللي شاف الطفل باش شاف لي الابارتيومون هذيك. يا خويا واش نقول لك؟ قد ما نشكركم قليل فيكم، نقول لكم يعطيكم الصحه قليل فيكم. انا انسان جزائري، شخص حر، قسما بالله العظيم، غير المغاربه تشفوا راسي خويا العزيز. انا شفت التعامل تاع المغاربه، شفته في الواقع، ما شفتوش في التواصل الاجتماعي ولا شفته في التليفون ولا. انا المغاربه، انا واحد من الناس، قطعت بيا الحبل، هزوني حطوني في السما خويا، من البيت خرجوني خويا العزيز. دابا والله العظيم اقسم بالله الحمد لله، ما نقدرش نفارق هذه البلاد، ما على باليش كيفاش نجي ليها هكذاك على ربي وخلاص، والله العظيم. انا بالي بلي راني في وسط الرجال، وقسما بالله غير ترحب بك الجنه. عمرهم لابوليس تواكم، عمرهم ما سبوني ولا كش ما داروا لي، وبورتو كاينه هذيك السياسه ما بيناتنا هذيك، عمرهم ما تعاملوا معايا عملاء خايبه. توجور كي نسمع كلمه مرحبا بك، قسما بالله الحمية يتشوك. ونشكركم بزاف، يعني عندكم واحد التعامل طيب. ان شاء الله نطلب من الناس ما هذو ربي يهديهم، لا يسبوا فيكم ولا هذو لا يسبوا في الجزائريين. والحمد لله كاين شي مغاربه في الجزائر مطلعين فيهم على كل حال، بالك انت ما شفتش، بصح انا اللي شفت بعيني يا خويا العزيز. هذا الشعب هذايا قسما بالله العظيم ما في المغرب، انا نقولها لكم جزائري خويا العزيز، وبرافو عليكم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. والله الله كيما يقول لك، الله ان شاء الله البلاد هذه تامن. والزلزال جاب لي ربي مليحه شويه للشعب هذاك باش نهرب شويه، كاين بعض الناس الله يهديهم ان شاء الله. هذه الزلزال من رحمه من عند الله ان شاء الله، وان شاء الله كيما يقول لك هذه البلد ان شاء الله يرجع، الله ان شاء الله يرجع لهذه البلد الامن.